الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما شروط اعتكاف المرأة في المسجد، إن قلت وما شروط اعتكاف المرأة في المسجد، الجواب: لقد اشترط العلماء لاعتكاف المرأة في المسجد جملا من الشروط. الشرط الأول أن تستأذن زوجها، فلا يجوز أن تعتكف المرأة إلا في المسجد، في مسجد الجماعة، إلا باستئذان زوجها. فإذا كانت صلاة الجماعة وهي أعظم من الاعتكاف لا يجوز لها شهودها إلا باستئذان زوجها، فالاعتكاف من باب أولى، ولأن هذا سنة. والمتقرر عند العلماء أن المرأة لا يجوز لها الاشتغال بنوافل التعبدات إلا باستئذان الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولأن له حقا فيها، فلا يجوز أن تضيع حقها إلا إذا تنازل عنه هو طواعية واختيارا. الشرط الثاني أمن الفتنة منها وعليها، أمن الفتنة منها وعليها. فإذا خيف عليها في اعتكافها في المسجد من أن يقفز عليها بعض الفساق في مكان اعتكافها، أو كان على عرضها خطر في هذا الاعتكاف، أو كانت ستخرج فاتنة بملابس متبرجة، فإنه لا يجوز لها أن تعتكف، لأن المتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أنه إذا تعارض نافلة ومحرم فإنه لا يجوز لنا أن نقدم أو نراعي النافلة على حساب المحرم. فمتى ما توفر هذان الشرطان جاز لها أن تعتكف في مسجد